تتواصل رحلتنا في مطار تونس كارتاج، وتوا عجزنا الآية ملي كنا تونسي مسافر، توا التونسي ولا الأجنبي كيجي من خارج تراب الجمهورية ويهبط في مطار تونس كارتاج في الطائرة، كيفاش يتم التعامل معه مع الديوانة؟ أكيد سيد العميد باش تكمل تحكي لنا أكثر تفاصيل. هذه مرحلة أخرى، دور الديوانة وين يكون موجود بالضبط؟ يعطيك الصحة. توا بالنسبة لنا احنا متواجدين على بجانب الطائرة التابعة للخطوط التونسية قادمة التراب الوطني. بون، بعد ننتظروا بعد نزول المسافرين اللي كانوا على متن الطائرة هذه، وثم نزول الطاقم نتاع الطائرة، يقوموا أعوان الديوانة التابعين إلى فرقة الحراسة لنا اللي موجودين على مستوى متن تونس كارتاج بالصعود على متن الطائرة، أين يتم تفتيش الطائرة تفتيش دقيق حتى نتمكنوا باش نتأكدوا من خلو الطائرة من أجسام غريبة أو من بضائع نجم تكون مهربة وخطيرة تمثل خطر على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المواطنين. أكيد سيدة المشاهدين نحب نوضح لهم نقطة أنا اكتشفتها زيدوني، ما فما حتى عالق بالبضاعة ولا الأمتعة اللي تجي بالديوان، يعني راهو عملية إنزال الأمتعة تتم عن طريق أعوان خاصة وبشركات خاصة، الديوانة ما تتدخلش فيها. دور الديوانة يطلع للطيارة يقوم بمراقبة ويعود، لأنه بارشة خلط وبارشة عبيد مش في بالهم البجاج أو ما يوصل يكون على ذمة الديوانة وكأنها هي الديوانة اللي بالضبط. تقوم بالضبط، نحب نأكد لك اللي راهو عون الديوانة ما يتعامل مع البضائع والأمتعة متاع المسافرين إلا بحضور المسافر نفسه، وهذا يتم على مستوى قاعة القدوم عند تفتيش المسافرين. يعني الحقائب متاع المسافرين ما يتم فتحها وتفتيشها إلا بالحضور المسافر أو الممثل القانوني للمسافر. ونمشي النقطة أخرى ومرحلة أخرى لنطبعوا الأمتعة ويمشي بالضبط. مرحبا بكم، تفضل. أكيد تعديوا لمرحلة أخرى مع الأمتعة متاع المسافرين، وأكيد معايا سيد الرائد باش يقدم لنا روحه ويحكي لنا على المرحلة هذه بالضبط شي يصير فيها. معاكم الرائد ناجح أبو بكر، رئيس خليط الكشف بالأشعة والأنياب بمطار تونس كارتاج. في المرحلة هذه الحقائب بعد ما توصل لنا هنا على مستوى الأحزمة الخارجية يتم تفتيشها عبر الناب، ناب مختص في المخدرات. لهنا توا نحب نأكد على معلومة لسادة المشاهدين، راهو عون الديوانة ما عندوش حتى علاقة بالحقيبة ملي تخرج من الطيارة توصل هوني، حتى تعاملوا معها لاحظنا تقريبا رقم كبير من الكاميرات موجودة، كاميرات مراقبة في كل الزوايا، في كل الزوايا موجودة، يعني البقعة هذه الكل مغطات. رينا اللي قاعدين يتعاملوا مع الحقيبة لابسين يعني دوسار معين مكتوب عليه باجاجيست بطبيعة الحال، ولهنا فقط انت تعطي التعليمات للعون مع الناب نتاعو، والا اللي في الآلة هذه جهاز كشف الأشعة يكون فيها عون، ولكن تتعدى قدام الفاليزة وهي المعاملة تتم عن طريق الشاشة. عن طريق الشاشة يعني ما تتمسش بطبيعة الحال. في صورة ما تم شك في حقيبة شو يصير بالضبط؟ في صورة شك في حقيبة كملنا المرحلة نتاع الكشف بالأنياب، نمروا للمرحلة الكشف بالأشعة. الحقائب هذه الكل تتعدى عبر جهاز كشف الأشعة كما نجم نشوفوا. عديناها إجا نحن. هنا يكون فما عون موجود هنا يخدم. هنا موجود عون الشرطة وعون الديوانة. الزوز مع بعض. زميل من الشرطة وزميل من الديوانة. الزوز في جهاز كشف الأشعة. جميع الحقائب يتم تمريرها عبر الجهاز في صورة شك في حقيبة معينة، يتم وضع الحقيبة أكوتي لتسهيل مرور بقية الحقائب مش منعطلوش الحقائب بتاع المسافرين اللي استنى ومن بعد لتسهيل المسافرين، ومن بعد نقوم بالتثبت في الحقيبة ذيك عبر الجهاز بكشف بالأشعة. الزوز عناصر الزميل من الشرطة والزميل من الديوانة في صورة اشتباه يتم التنسيق مع الفرقة المسافرين تفتيش المسافرين، ولا يتم التعامل مع الحقيبة إلا بحضور صاحبها. ونأكد على المعلومة هذه اللي أنا قاعد نعاين فيه وريته من اللي بدأت العملية اللي وفيت، إنه ما فماش تعامل مباشر مع الحقيبة وما فماش عاون ديوانة يمس أصلا الحقيبة بديه، فقط يمنع من عم بيتا توصل للصالة الداخل
على عينين في حضور الشخص في حضور المسافر صاحب الحقيبة موضوع الشبهة يتم التعامل مع الحقيبة. السيد المسافر بحضوره يكون هو موجود يقوم هو بفتح الحقيبة متاعه وتثبت في المحتوى متاعه. أكيد نشكروك هذه رأي بالحق معلومات هامة للناس اللي ما تعرفش الزون هذه. هذاك علاش كل شيء هوني بشفافية قاعد يتم بالحق قاعدين نصوره كيما الشيء موجود ما عناش ما نخبيه قاعد نحاول نوريه في كل شيء. سيد العميد خليني نعاود نوضح للناس كرينا كنا بحث الطيارة يهبط المسافر من الطائرة يلتحق بقاعة هوني يا إما بما يسمى الفونتوز في التونيل وإلا بالكار يتهز الحافلة. يمشي القاعة انتظار يعني كما قاعة انتظار يدخل فيها منها هي يتم توجيهه القاعة اللي ورانا توا اللي هي فيها يعني عوين إجراءات عوين شرطة الحدود يتم فيها الختم والباجاجة ما والباجاجة ما هذا يتم هنا يتم التعامل معهم في صورة ما في صورة ما وهذا تأكيد فما حاجة اشتبه فيها العون شرطة الحدود في حقيبة المسافر يتم توجيه إعلام مصالح الديوانة على مستوى تفتيش المسافرين البلاصة مش شيء ولا احنا طبعا علاش احنا قلنا راهو العمل فيه تنسيق درجة من تنسيق العالية بالمصالح الديوانية والمصالح الأمنية بكل المعابر الحدودية وخاصة بطارة موسكرتاج لهنا المسافر سي أتم معناها الإجراءات الحدودية وقام بختم جواز السفر نتاعو ثم تم معناها عرضوا على جهة كسب الأشعب وعرض الحقيبة اليدوية اللي مرافقته وينقى روحه لهنا في القاعة الوصول نوصلوا مالا ما بعد نقعدوا معنا مش مشيوا القاعة الوصول واضح تفضلي. أكيد يظل يوصلنا توا الآخر مرحلة وأهم مرحلة نحب نوضح للسادة المشاهدين احنا قبل كل شيء دورنا ننقل الصورة كما هي وكنا في حرية تامة باختيار التصوير ووقت التصوير ومشينا في الأوقات اللي احنا اخترناهم ما تم حتى حد بتوجيهنا. يجينا تبعنا احنا الأمتعة ونعرفوا قديش مرة تصير مشاكل واتهامات وسرقوني وعملوا لي ما ننكروش اللي فما سرقة وقالي تسرق لكن الأهم بالنسبة لي أنا اليوم اني نحدد وين تسرقت وكيفاش تسرقت وعليش ديما نقولوا نبرقوا ممكن البرة نقول ليه البرة ما نسرقوش أما ديما نحطه في المطار كل حاجة تسيرة والله ياو ديواني ولا شرط. حبيت نوضح أنه فما برشة أطراف متكاملة هوني في المطار كل واحد عنده دور احنا وريناكم كيما يصير بالضبط الصورة كيما هي وانتم من بعد لكم الحكم. سيد العميد كيما رينا البضائع ولا الأمتعة شفناها ملي هبطت من الطيارة الباجاجيست وصلوهم لمكان آخر تم تفتيشهم عن طريق الأنياب دخلوا في التفتيش بالأشعة يخرجوا في الأخر من النقطة هذه وين يجي مولها صاحب البضاعة كما نشوفه توا تنجموا تاخذوا لقطات من ناس ما شاء الله واقفين على البضاعة متاعهم كيف كيف في كل مندور كاميرا 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 في القاعة كلها أجهزة كاميرا حتى في الزاوية هذيك كل يعني الفضاءات مجهزة بالكاميرا مجهزة بمنظومة المراقبة المسافتية لهنا نشوفوا المسافرين والمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج وصلوا تو متواجدين على مستوى قاعة الوصول بعد إتمام إجراءات شرطة الحدود وختم جوازات سفرهم يتواجدوا لهنا في انتظار معناها وصول الأمتعة نتاعهم والحقائب نتاعهم اللي سبق وشفنا كيفاش تم عرضهم على جهاز كشف الأشعة وعلى الأنياب ده لهنا المواطن بعد ما ينتظر الحقائب نتاعو ويتسلم الحقائب نتاعو والأمتعة نتاعو مباشرة احنا ديما نأكدوا ونقولوا اللي مطالب راهو عنده معناها إجبارية التصريح بالعملة بمبالغ العملة اللي يقوم بتوريدها إجبارية التصريح وتلقى لهنا الشاشات المعلقة داخل المطار كلها تبين باللغات الثلاثة هي يتم عرضها وتطلب من المسافرين مباشرة بعد ما يسلموا الحقائب والأمتعة نتاعهم يتوجهوا إلى مكتب المخصص للغرض هو التصريح بالعملة باش يقوموا بالتصريح هذه اللي هي تمكنهم باش يتحصلوا على وثيقة قانونية تحميهم قدام القانون قدام السلطة نهار آخر في صورة ما باش يعاود يقوم بإعادة تصدير جزء من المبالغ هذا أو لفتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية به لهنا احنا نحب نقول لك تو مثلا هاو راهو بعض المسافرين اللي سيي تحصلوا على الأمتعة والحقائب نتاعهم مباشرة باش نتوجهوا للآخر آخر نقطة اللي هي التفتيش اليدوي اليدوي للأمتعة والحقائب
نتاع المسافرين لهنا. كيف ما ترى فما عديد ال يعني الاماكن المخصصه للتفتيش هذوما اللي مخصصه للتفتيش تلقى رئيس المجموعه اللي هو يشرف على العمليه لهنا في الـ في الـ في الممر الاخضر. ولهنا يتم الاستهداف عمليه الاستهداف لبعض الحقائب والامتعه التي مشكوك في شانها، وهذه تم بطريقه علميه، وهذه امور معناها نخدموها احنا خاصة جدا وتفضل بابا تفضل مرحبا بك. يعني اللي فهمته ديما نحب نبسط للمواطنين باش يفهموا اللي انا فهمت. وصلت الحقيبه نتاعي هزيتها وانا خارج قبل ما نوصل البرة فما باش يكون فما اعوان ديوانه موجودين. اعوان ديوانه تلقى رئيس مجموعه لهنا يشرف على العمليه لهنا، يتمتعوا بخبره معينه وتكوين خاص. تكوين خاص هو اللي يقوم بالعمليه السيبلاج لهنا، الاستهداف. معناها احنا مانيش كل المواطنين وكل المسافرين يقوموا بتفتيش الامتعه نتاعهم والحقائب نتاعهم، لا هذا مش ممكن، لكن احنا ننتقي ونستهدف على عكس ما يقال. حتى الناس كل يقول لك والله مرجوني فتشوا فيا. وهي النقطة الوحيدة اللي يتعامل معها عون الديوانة مع الحقائب والأمتعة نتاع المسافر. على مستوى هذا هذه النقطة يتم التعامل كيف مروا من هنا الأعوان الديوانة يقوم بالتفتيش بالحضور الدائم والمستمر للمسافر. لأن العملية نتاع التفتيش ضرورة وقانونا ما تتم إلا بحضور المسافر وتحت معناها الإشراف المسؤولين هنا وتحت أجهزة الكاميرا، وبالتالي كل يسير معناها في إطار الشفافية المطلقة. يعني الديواني خلينا نوضحوا للناس أنه الديواني اللي موجود هون اللي هو يتمتع بخبرة معينة وعنده طرق معينة لانتقاء الشخص اللي باش يتم تفتيشه، ما هوش كما يقال الناس الكل تشد الصف باش تفتش وتضيع وقت وتعطيل. فقط مش ممكن علميا يتم اختيار بمقاييس معينه اشخاص معينه ويتم توجيهها للي بونكيت هذوما اللي بونكيت نتاع التفتيش نتاع اليدوي. لهنا كل شيء واضح يظهر لي وصلنا للنتيجه مفهوم. لا قدر الله وحنا نتمناو المواطنين الكل ما يغلطوش ويكونوا ملتزمين وما يصيرش الخطا، مواطن أو مواطنة مثلاً جاب البضاعة أشياء معينة غير قانونية أو خبى حاجات ممنوعة من الممنوعات، ولا مثلاً عن سهو ولا عن قصد ما سرحش بالبضاعة اللي عنده كيسألوه، ولا عنده باجاج زايد. لهنا شكون اللي حدد هون العملية وكيفاش تصير؟ نحب نقول لك لهنا رئيس المجموعة اللي تلقاه بروت لهنا ضابط سامي يسأل السؤال القانوني للمسافر يقول له معناها عندكش ما تصرح، شنو عندك ما تصرح؟ وهنا المواطن كان عنده حاجة تقتضي صبغة تجارية أو شيء أي من أي نوع كان من المستحسن يصرح به. أكيد كان الباساجي هذاك المواطن هذاك عندنا فيه شكوك يتم توجيهه لهنا، ولهنا يتم تفتيشه تفتيشا دقيقا. نجم نقربه شوية خلينا نقربه وعلى ضوء نتائج التفتيش يتم اتخاذ القرار في شأنه. على ضوء النتائج نتاع التفتيش يتم اتخاذ القرار الإداري اللي في شأنه. في صورة ما بضائع ذات تمثل خطر على الاقتصاد الوطني، بضائع ممنوعات، بضائع خاصة من المخدرات اللي في المدة الأخرانية حققنا برشا عمليات نجاحات وبرشا عمليات نوعية في إحباط العمليات هذه نتاع التهريب نتاع المخدرات بكميات مهولة جدا. فما بعض البضائع اللي تخضع الى تراخيص من جهات اخرى، هذيك يتم حجزها حجز مؤقت الى حين استظهار المسافر بالتراخيص الضروريه في الغرض. اللي ما وجههمش لهنا لاحظت يمشيوا يظل على السكانير. هذايا جهاز كشف الاشعه هذا يتم تركيزه مؤخرا باش يسهلوا العمليه وباش يخوضها. حاجه انجاز كبير برشا ومهم للمطار باش ما نعطلوش المسافرين. دونك نلتجؤوا باش نمروا الامتعه نتاعهم على الجهاز هذايا وباش ما يصيرش لهنا تعطيل ونخففوا على المسافر معناها العبء والمتاع الانتظار وسورتو هو جاي من سفر نجم يكون تاعب ينجم يكون في حاله نفسيه ماهيش فما شكون يشرف على العمليه هذيك بالطبيعه. خذها ميساج وحنا انا نحكيو يعني مش الكل زاد يتعدى مش الكل يعني مش دائما نمشيو بنفس المقاييس اللي تعتمد على خبره العون وبعده معطيات اخرى بالضبط.
هي اللي تأكد الموضوع هذا بالحق، عمل كبير وعمل جبار. باش ناخذوا بعض الجانب اكثر عمق على الحجز او التصريح بالعمله، والجانب هذا اللي هو يهتم به المواطن ديما يقول لك عن حس النيه راني في باليش، لازمك تعرف من بعد كيفاش تعمل، ما تقولش راني ما نعرفش. احنا هذا هو دور الاعلام، انه يخليك تولي تعرف. انا زاد لاحظت موجود في كل مكان اللافتات والعلامات اللي توضح باللغات الثلاثه بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه، وهذه مهمه جدا زاده. وأعوان الديوانة موجودين يوجهوا في الناس، وإحنا حتى كنا واقفين شكون سألنا معناتها، وتحسوا يبحث عن المعلومة، وهذا شيء زادة لازم نوضحوه للناس. أول حاجة أبار أنه لازم يتحلى بضبط النفس ويعرف اللي هذا في مصلحة البلاد، خاطر أنا دي مرة في أعوان يعطيهم الصحة قاعدين يتمتعوا بعملية ضبط نفس، خاطر فما رفض يظهر لي حتى من داخل المواطن، تحسوا جاي من الطيارة بقاش والله قداش أنا لاحظ فيها ونغزلهم. حتى يتم توا توجيههم من غير ما نركزوا على وجوههم تاع العباد، اما قاعدين نشوفوا فما واحد كيقول له بربي هكا يحسوا كي تغشش وتنرفز بدون داعي معناتها. لهنا في النقطة هذه هي طبيعة المهام نتاع أعوان ديوانة والحساسية نتاع طبيعة المهام نتاعنا، احنا نحاولوا نكونوا معناها في أقصى درجات ضبط النفس، وناخذوا المواطن ونحطوه في الإطار ونفهموه، ونحاولوا نحافظوا له على حقه. أول حاجة نحب نعاود ندعو معناها من المنبر هذا اللي نطلب من كل المسافرين والتوانسة المقيمين بالخارج اللي عند قدوم أرض الوطن من الضروري يتصلوا بمصالح الديوانه ويقوموا بالتصريح بالعمله بمبالغ العمله اللي وردوها. راهو احنا نسهروا باش نقوموا بهم تاعنا في اطار القانون في اطار الاحترام التام، ومع ذلك نزيدوا ناخذوا عامل اخر اللي كانوا لازم نسهلوا الاجراءات ونبسطوها ونسرعوها، وهذا اللي قاعدين نقوموا به معناها عمل هو يومي ومعناها 24 ساعه على 24 ساعه. لهنا تلقى معناها نقوموا بتاثير الاعوان نتاعنا دوريا وواقفين معاهم كل الاطارات والقيادات الموجودة بمكتب تونس كارتاج هنا ساهرة على حسن سير العمل وتلافي كل النقائص والأخطاء اللي ممكن تصير، وحتى في وضعيات اللي هي تكون في بعض الوضعيات معناها متسبب فيها هو المسافر، لكن نحاولوا احنا ناخذوه ونحطوه في الإطار ونسهلوا عليه العملية. وين تعتبر المسافر ما قامش بالتصريح؟ يعني أكيد فما مرحلة معينة لما ما يصرحش يعتبر مخالف، حتى نعرفوا اللي هو عنده وقت معين للتصريح فيه. هذا السؤال يطرحوه اكيد برشا من الناس، يقول لك انا وقتاش تعتبرني غلطت وما صرحتش، خاطر هل فما حد معين نقطة معينة؟ هو المواطن المسافر يوصل للنقطة هذه، نقطة التفتيش هون. التفتيش لازم يتوجه لرئيس المجموعة المتواجد في الرواق الأخضر مباشرة، كيسأل السؤال القانوني يصرح شنو هو عنده في الباجاج بتاعه، الأشياء التي تستحق التصريح، وهي الأشياء اللي ذات صبغة تجارية أو الأشياء الممنوعة أو الأشياء التي تتطلب تراخيص من جهات أخرى. يعني هو مثلا العون نتاع الديوانة لازم طواعية أنت تمشي له وتطلب منه تصريح، وإلا كان هو لازم يطرح عليك السؤال، يفرض عليه التصريح، يفرض عليه كما توا قاعد يصير تقريبا مع مواطنة، يسألها سؤال قانوني. لأنه هو لكان ما يصرحش الإجراء يختلف، التصريح عند التصريح بأيا كان يتم اتخاذ إجراء معين في شأن البضاعة الغير مصرح فيها، وهو الحجز المؤقت، والحجز المؤقت فيه بعد متابعة الإجراءات أخرى، أو يا إما التسريح بعد خلاص الأدوات والمعدنيون أو إعادة تصدير. في صورة ما يصرحش لهنا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وهو تحليل محضر والحجز الفعلي للبضاعة المخالف في شأنها. أكيد اكتشفنا برشا حاجات جديدة بالحق، شفنا ممكن بين اللي تحكي ما بين الواقع فما اختلاف كبير، ماهوش كيما يتحكي بالكل. بالنسبة لي أنا بصراحة اليوم تعلمت برشا حاجات جديدة، نتمنى السادة المشاهدين يتعلموها معنا ويفهموها معنا. كيف مازلنا باش نقدموا أكثر، مازلنا باش نعرفوا حاجات أخرى. هذاك علاش كنا نحكي في الموضوع نتاع ضبط النفس بالحق، هذه طبيعة للأسف يوصل المواطن حتى في بعضهم توا ولاو فما غش بالحق. علاش كي تمشي المطار في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في أمريكا تلتزم وتضحك وتتبسم وتكون نورمال، علاش كي توصل لبلادك بدل طبيعتك؟ وهذا أنا عينت بعيني بالحق
ان شاء الله ربي يهدي. ونحب نعاود ناكد على نقطه اللي راهو اعوان الديوانه ما يتعاملوا مع الباجاج والامتعه نتاع المسافرين الا في النقطه اللي احنا متواجدين فيها توا، لان كيف ما تراو معناها العمليه التفتيش تصير بحضور المسافر شخصيا. الملخص نحكيه بكل امانه بكل صدق، الباجاج من الهبط من الطياره اللي وصل لهنا ما يتمس بالديوان الا بحضور صاحب البضاعه كما تشوفوا توا، وما يتحل الا قدامه. يعني لكم سديد النظر، انتم ما تعرفوا، مانيش نقول حتى شيء، مانيش نلاحظ حتى شيء. بالنسبه لي انا وصلت الكاميرا هي اللي تكلمت، احنا رانا تبعنا بالتوقيت الزمني الصحيح، واخترنا نحن الطائره ومشينا مشينا 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 لين وصلنا لهنا، ونعرفوا السيركوي ما عرضناش جمله لشرطه لديوانه مع الامتعه، فما ناس وصلوها لهنا وتوصل لهوني يتم تفتيشها قدام اصحابها. ان شاء الله يا ربي تتحسن اكيد المردوديه نتاع مطاراتنا، وان شاء الله علاش ليه يكون عندنا مطار اخر كبير زادة وتكبر المساحات وتكثر، يقل الضغط لانه ضغط كبير كما قاعد تشوف. الحمد لله تونس وجهت الجميع، والرجال تخدم في خدمه واثنين وثلاثه باش المسافر يوصل مرتاح. هذا راهو ميريت لكم ولازم نقولوها بكل صراحه. يعطيكم الصحه